هناك بعض الإخوة من رؤساء الأحزاب غابوا، لكن حاضر ممثلوهم. باش ما تكونش أي ملاحظة، حضر ممثلوهم الأحزاب المعتادة على الحضور كلها حضرت. الدعم المطلق لمطلب الشعب المتعلق بالرحيل الفوري والآني للرئيس الذي سحب الشعب منه ثقته وكذا القوى المحيطة به. ثانيا، الإشادة باستمرارية الهبة الشعبية السلمية والتحذير من محاولات احتراقها أو إضعافها أو الالتفاف عليها، ودعوة الشعب إلى الاستمرار في هبته والمحافظة على سلميتها إلى غاية تحقيق مطالبه كلها. اعتبار شعار الهبة الشعبية السلمية الشعب والجيش خاوة خاوة رسالة تضامن مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، والدعوة إلى المسارعة بتفعيل المواد 7 و8 و102 للمحافظة على الأمن والاستقرار. دعوة الجهات القضائية المختصة على المستوى الوطني لتفعيل آليات محاربة الفساد ورموزه دون انتقائية، ودعم الإجراءات القضائية المتعلقة بفتح ملفات الفساد. تجديد الرفض لأي تدخل أجنبي من أي جهة كانت وتحت أي مسمى أو شعار.